ليلى ممكن ما تكلمنيش في الموضوع ده؟ عشان قلت كل اللي عندي، وعلى فكرة مش هرجع الشغل تاني، ما عنديش استعداد أقابله في أي حتة ولو بالصدفة. يا ستي ده بيعمل حاجات غريبة. أيوه طبعاً. لا لا لا، بقولك إيه، تيجي تقعدي معايا شوية. أمي يا ستي خرجت، سابت الشغل بتاعها وراحت اشتغلت في جريدة تانية. عاملين لها عزومة فظيعة النهاردة. خلصي وهستناك تكلميني، ما تتأخرش عليا. باي. يعني مش تعرفي تقولولنا اوصافه؟ بعد اذن حضرتك، البنت منهاره، ما ينفعش تتكلم دلوقتي. وبعدين انا عايزه افهم حاجه، ازاي اللي حصل ده يحصل؟ احنا هنا في كومباوند وفي امن، ما لو ما كانش في امن كانوا قطعوها لي بقى. طب انت قلتي لي في كلامك ان في حد دخل وانقذك من الحرامي ده قبل ما يقتلك، صح؟ صح. شفتيه قبل كده؟ من فضل حضرتك، انا هجيبها لغايه عندك بكره، بس سيبها دلوقتي. حاضر يا فندم، انا هستناكم بكره في مكتبي علشان نقفل المحضر. انا متشكره يا فندم وبشكرك لتقديرك للموقف، وانا اسفه لعصبيتي، بس دي بنتي. معلش انا مقدر موقف بالاذن. اتفضل. متخافيش يا جنايه، متخافيش يا حبيبتي، لازم نمشي من هنا، مش عايزه اعيش هنا. حاضر. مش عايزه اعيش هنا. ايه دي يا حبيبتي؟ حاضر حاضر يا روحي، تيجي نطلع نقعد فوق. يلا يا حبيبتي، يلا يلا دنايا. الحمد لله الحمد لله انها جت على كده. يا بنت تعالي يا حبيبتي، ايدي كلمتها؟ اه كلمتها. يبقى لسه قافشة عليك، صح؟ معاها حق، أي واحدة مكانها كانت ممكن تعمل أكتر من كده، بس أنا اللي مجنني. مين اللي قالها؟
عايز رأيي؟ قول. البنات يا صاحبي ما بيبطلوش رغي، تلاقي صاحبتك قاعده تحكي وتتكلم عن علاقتها بيك، حد سمعها نقل الكلام وعمل الواجب، بس تعرف اللي عمل كده عايز وقع ما بينك وما بينها. بس انا مش قادر انساها، انا بحبها. يا ابني لما انت بتحبها قوي كده مشيت ورا صاحبتها ليه؟ غباء. عمرك ما عملت حاجه غبيه قبل كده؟ عمرك ما وقعت في مطب؟ عمرك ما غلطت يا اخي؟ وبعدين يعني الدنيا تهدت. طيب اهدى 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 وكل حاجه هتبقى زي الفل. تحب اكلمها؟ اوعى، دي لما بتسمع اسمك بتتعفر. هل تكلمها؟ انت عايز تخربها؟ بس انا متاكد انها هتنسى اللي حصل. زعلان مني. ليه؟ عشان ما بتسأليش عليا. مين اللي المفروض يسأل على التاني؟ انت رايح فين؟ مفيش حد هنا. ليه؟ قلقانة مني؟ لا، بس مش عايزة اتكلم معاك. ليه بس؟ زعلانة منك. طب هنفضل نتكلم هنا؟ ندخل جوه ما يصحش. مامي مش هنا، ولو جت ولقيتك مش هتسكت. طب واللي يحب يعتذر لك يعمل ايه؟ كنت فاكرة هتعرف ازاي تصالحني. طب وليه لي انت يا ستي؟ انا ما اعرفش، علميني. انا واحد غشيم ما بيعرفش يتعامل مع الستات الحلوة. ليه يا شيخ؟ خلي بالك ممكن الحاجات دي تتحسب عليك. طب اعمل ايه طيب يا سلمى؟ ما اعرفش، المفروض تبقى عارف ازاي تصالحني. طيب يا ستي انا مش هسيب ومش هبعد عني خالص، وهتصل بيك الصبح والظهر وبالليل. هي المشكله انك تكلمني؟ المشكله انك تهتم بيا، انك خايف عليا، انما انت ما بتفكرش فيا خالص. مش صحيح. لا صحيح. انت عارف ان انا كنت عيانه؟ انت عارف انك ما سالتش عليا؟ عمري ما حسيت انك بتخاف عليا. ولو قلت لك اني بحبك؟ زمان كنت بحب اسمعها منك، كان بيبقى ليها طعم. دلوقتي بقيت تقولها كتير، ما بقاش ليها طعم.